بتخاف من الأرواح والجن والعفاريت؟ اقلب الفيديو وما تتفرجش عليه. أدين نبهت عليك، اقلب الفيديو وما تتفرجش عليه، ماليش دعوة. الصورة اللي ورايا دي تعتبر دليل قوي جدا على إن عالم الأرواح حقيقي وموجود بالفعل، وهو ينسى أحيانا عدسات الكاميرا. والصورة اللي ورايا دي بترجعنا إلى تكساس عام 1950، حيث انتقلت عائلة كوبر إلى منزل جديد والتقطوا الصورة دي. وطبعا لتخليد الذكرى، والصورة كانت لأم وجدة وطفلين، ومكانوش يعرفوا ان هناك روح تحيط بهم. بعض الناس بيقولوا ان ده امر سخيف وغير عقلاني، وانه في حد بيهزر معهم او بيعمل معهم مسحة وكده، ولكن فحوصات الصورة الفنية كانت تقول غير ذلك بالمرة. وعلى كل حال، ما زالت الصورة محض جدل وغامضة، ولم يستطيع احد تفسيرها الى الان. لو اول مرة تشوف الصورة دي، لايك وفولو حركة اكسبلور.